كل الناس النهاردة عايزة تسمع الحديث عن التحكيم، الفار النهاردة هل رأيه مظبوط ولا لأ؟ الإنذارات داخل الملعب، الإنذارات خارج مستطيل الأخضر، إنذار كابتن سيد عبد الحفيظ، حالات كتيرة النهاردة، ولكن دي بنتركها خاص وحصري للعالمي كابتن أحمد شناوي. كابتن أحمد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، مساء الخير يا كباتن. النهاردة مباراة سموحة والنادي الأهلي كان الحكم فيها محمود البنا، معاه محمود أبو الرجال ويوسف البساطي والحكم الرابع عمرو رمضان، كان على تقنية الفار عمرو الشناوي ومعاه محمد محمود لطفي. أول حالة وهي حالة الفاول والإنذار المستحق طبعا من محمود اللاعب، طبعا بالشكل ده بالالتحام ده بالقوة دي بالكوع ده، فكان لابد إنه ياخد فيه إنذار، التحام يستحق فيه الإنذار والقرار قرار صحيح. نيجي للعبة اللي هم عايزينها فيها ركلة الجزاء، شوف اللاعب مفيش أي تلامس، بص اللاعب عدى من جنبه بينط والحاجة ما يعني مفيش أي حاجة. اللاعب زي ما انتم شايفين ما هو لاعب النادي الاهلي، وادي اللاعب الثاني اهو لاعب محمد شريف اهو، ما جاش يعني الرجل ما لمستش فوق، ما لمستوش، ما هو رجعنا ما فيش حاجه، ده هو طاير في الهواء وطالع اللي فوق هو. نيجي بعد كده للعبه، الانذار هنا كان مستحق لازم للاعب ده، كان هيبقى انذار ثاني لاعب سموحه، كان لازم البنا يديله انذار، لكن دور حكم الفار ما يقدرش يشوف، يبص الكوع والايد اللي ضربه في محمد الشناوي، كان الحكم الفار ما يقدرش يتدخل في لعبه زي دي، مش في البروتوكول بتاع الفار، واضحه طبعا يعني باين جدا اهو، شوف ايده هنا بالشكل ده، لكن ما ادالوش انذار البنا، مش ما علينا. هنا الحاله دي هل في كره يعني جت في ايد اللاعب زي ما احنا شايفين كده، هل في لمست ايد اللاعب؟ لاعب بصوا اهو الكره الاعاده اهو، مفيش، ما جاتش في ايده خالص، ما لمستش ايده خالص، بعيده تماما يا كابتن عماد، ادي اهو هو بعد كده سقط. انا ما اتكلمتش قلتش حاجه. لا انا بقول لك، انا بشرح بس الحاجه. نيجي اللعبه هنا، هل فيها لمس اليد يعاقب عليها اللي جت في ايده بالشكل ده؟ طبعا هنا الايد اللاعب ده بالشكل ده اللي هي السبورتر هاند، الايد السند للجسم بالشكل ده، الى جانب ان اللاعب استحوذ على الكره ومشي، ما اتصلتش يعني زي ما انت شايف ما حصلش اي حاجه. فطبعا انا عايز اقول اللعبه دي تحديدا يعني الايد السند للجسم لا يعاقب عليها اللاعب اي شكل من الاشكال، لا يعاقب عليها بلمسه يد، فبالتالي قرار الحكم والفار اكده، يعني الحكم شايفه والفار اكده. نيجي للعبه هنا، احتساب ركله الجزاء، انا مش هتكلم غير يعني من اللقطه من خلف المرمى، الايد اولا في الوضع الطبيعي، هنشوف بقى من الخلف ويعني هنشوفها واحنا عاملين عليها يعني الافكتات دي، بص الكره جايه فين، بس نرجع بقى بص من جسمه لبين ايده، وايده في الوضع ده يا كباتن بالشكل ده، هو نازل بالشكل ده ايده كده، بس نقف نرجع بس نقف عند اللحظه اللي هنا دي كده، ايد في الوضع ده بالشكل ده، هو تعمل توازن بقى. وضع طبيعي، اذا ايده جوه جسمه في الوضع الطبيعي، اذا لمسه الكره ما يعني انا عايز اقول ما لعبتهاش الايد او راحت على ايده، دي جايه ماشيه ما بين جسمه وايده ومعديه. فطبعا هنا عايز اقول ان البنا راح بالظبط ما فيش 15 ثانيه، اقل من 15 ثانيه كان راجع لاغي ركله الجزاء.